البطاقة الذكية عليها السكر والرز والشاي والغاز والخبز ومؤخرا صار البنزين كمان بيتاخد على البطاقة الذكية. هالاختراع عم يعانوا بسببه السوريين بشكل يومي. يلي معه بطاقة عنده أزمات، مثل إنه الرسالة ما بتجي إلا كل شهر أو شهرين، ويلي ما معه عنده مهمة شاقة وهي استخراج هالبطاقة. من السويدة فيديو متداول لمسن على باب أحد مراكز استخراج البطاقة الذكية. المسن حكى عن الفوضى والبهدلة يلي عم يتعرض لها الناس والمحسوبين الغالبة على تنظيم الدور. خلونا نتابع سوا. يعني الناس اختنقت من الفوضى، يفتحوا مراكز أكثر من مركز واحد، يعني واحد بده يتبهدل، بده يجي بده يتبهدل. شو هالحكي هيك؟ في شي 400 واحد، الناس اختنقت هون. لك يفتحوا مراكز مثل العالم والناس، عيب عليهم. بعدين كل على مزاج الواحد بفوت وبيطلع. يكتبوا أسماء مثل العالم ويمشوا بالدور، لك الكورونا ذبحت العالم. شو هالتخلف هذا؟ وين المحافظ؟ وين المحافظ يجي يشوف شو قاعد يسوي هالعالم؟ كل يوم بيطلع فيديو لناس على طوابير عم تصرخ وتعلي صوتها، لكن ما من مجيب. صارت منصات التواصل الاجتماعي تعكس بشكل كبير رأي السوريين وتكشف الفرق بين الرواية الرسمية يلي بتتبناها حكومة أسد ومعاناة الناس يلي ظهرت بالتعليقات، مثل بيان يلي قالت: منتهى الإذلال، لا أتصور أن يكون مثل هذا في أي بلد في العالم، والحديث يطول. تعليق من نهلة: ضروري يكون في زحمة مشان تشتغل الرشاوي. تعليق من عمر: ليش لحتى يفتحوا مراكز ويتكلفوا وهن عم يسرقوا مال الشعب ليحطوا بجيابهم؟ بيضلوا بمركز واحد بما أنه الشعب تعود على الذل والجاي أعظم، ضلوا طخوا، إياكم ترفعوا راسكم. آخر تعليق من علوش: إذا انفتح مراكز والناس ما وقفت طوابير رح تنسى أنك سوري.